السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. امرأة كانت تصلي على النبي يوميا، انظر ماذا حدث لها، معجزة كبيرة سبحان الله. ولكن فضلا وليس أمرا، ادعمنا بإعجاب لنستمر إن شاء الله في نشر المزيد. في إحدى البلدان العربية كانت هناك بنت تهوى الصلاة على النبي وعلى آل محمد، بحيث كانت لا تأكل ولا تقعد أو تنام أو تقوم بفعل أي شيء أو ترفع أي شيء أو تنزل أي شيء إلا بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. فتزوجت هذه الفتاة من رجل غير ملتزم، وما إن مر وقت على زواجهم حتى بدأ الزوج بالانزعاج من زوجته من كثرة الصلاة على محمد وعلى آل محمد، ففكر بالانفصال عنها. لكن المؤخر الذي يدفعه حين الطلاق حال دون ذلك، فراح يفكر بالتخلص منها وقتلها بطريقة يكون هو بعيدا عنها. ذهب إلى حديقة بيع الحيوانات فاشترى ثعبانين وجاء ووضعهم في حقيبة زوجته وهي معلقة في الشماعة وأغلق عليهم، ثم انتظر حتى تفتحهم بنفسها. ولكن انتظر طويلا ولكن لم تفتح الحقيبة، فخاف من موت الثعابين فقال لها: لقد أتيت لك بمفاجأة ووضعتها لك في الشنطة. فراحت وهي فرحة تفتح الشنطة بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل رسول الله كعادتها، ومدت يديها فإذا هي تخرج عقدين من الذهب. فجاءت لزوجها وهي لابسة العقدين، فراحت تشكره وتثني عليه، فصمت وهو متعجب فقال: ألم تحضرهم أنت؟ فقال: بلى. بكى الزوج بكاء طويلا، ومنذ ذلك الوقت تحول إلى رجل عابد بالصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. فأكثروا من ذكر الصلاة على محمد وعلى آل محمد. أحبابي في الله، ما دمتم قد أتممتم الفيديو إلى آخره، فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم.